فانا عصبه، اذا وريت الورقه كلهم فقد استقلت، واذا بقي شيء فانا على الوارث. الحمد لله، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وسلام على عباده الذين اصطفى. اخص حبيبنا وقدوتنا وسيدنا محمد بن عبد الله عليه وعلى اله الصلاه والسلام. اما بعد، فنسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك هذا المجلس ويبارك هذا الحفل المبارك. آمين. حفل اقيم لفرح ميلاد سيد الاولين والاخرين، لا شك ان الملائكه ترفرف عليه، وان الرحمه تنزل، وان السكينه تغطي قلوب الجالسين وارواحهم. فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. بشرى لنا معشر الاسلام ان لنا من العنايه ركنا غير منهدم، لما دعا الله داعينا لطاعته باكرم الرسل كنا. يقول الامام القاضي عياض: ومما زادني شرفا ومتيها، وكدت باخمصي اضع ثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وان صيرت احمد لي نبيا. صلوا على محمد صلى الله عليه وسلم. لا شك ان في هذا الشهر الكريم وفي مناسبات هذه الليالي المباركه يستفيد الحاضرون قوم المسلمون اجمع في كل مكان في مشارق الارض ومغاربها، يحتفلون وينذرون الفرح والسرور بنبي الله سبحانه وتعالى وبرحمه الله المهداه. قال صلى الله عليه وسلم: انا رحمه المهداه. قال الله جل جلاله: وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. وقد امرنا المولى سبحانه وتعالى بالفرح برحمه الله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نحن عندما نحتفل فرحا بميلاد الحبيب الاعظم صلى الله عليه وسلم، انما نظهر ذلك من انفسنا بقدر طاقتنا، ونستشعر ونستحضر عظمه هذا النبي الكريم، عظمه هذا النبي الجليل عليه الصلاه والسلام الذي ذكره الله قبل الانبياء: واذا اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولتنصرونه. الله يأخذ العهد والميثاق على كل الأنبياء: لتؤمنون به ولتنصرونه. ثم يقرر ذلك ويقول: قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إثري؟ قالوا أقررنا. قال: فشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ونحن أحوج ما نكون بأن نسمع سيرته العطرة صلى الله عليه وسلم وأخلاقه الجميلة حتى تتعطر أرواحنا وتنشرح صدورنا، ونطابق ما نستطيع من هذه السيرة العطرة، ونطالب أنفسنا بمطابقتها وبالاهتداء به صلى الله عليه وسلم، لأنه أسوتنا وقدوتنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الله تعالى يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وكلنا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فالحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى تثبيت فؤاد أكثر مما نحتاجه نحن، نحن الذي في حاجة إلى أن يثبت الله أفئدتنا بذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأستحضر في هذا الحفل الكريم المبارك وأذكر فوائد الصحبة. الصحبة، يقول الإمام الحداد في هذه القصيدة التي سمعناها: التي أولها عليك بتقوى الله في السر والعلن، وقلبك نظفه من الرجس والدلن. يقول فيها: وأصحب ذوي المعروف والعلم والهدى، وجانب هديت وجانب ولا تصحب هديت من افتدى. وأصحب ذوي المعروف والعلم والهدى. الصحبة لها مكانة، الصحبة لها فوائد عظيمة. صحبة من هو خير منك، تتأدب بآدابه، تتخلق بأخلاقه، تلتزم بآثاره، تشبع من النظر إليه، فهذه تفيدك في دنياك وتفيدك في أخراك.
والله سبحانه وتعالى يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم والخطاب لأمته إلى يوم الدين، يقول له: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فخرج صلى الله عليه وسلم من المسجد ويجد جماعة من أصحابه يذكرون الله، فيرفع يديه ويقول: الحمد لله الذي أراني في أمتي من أمرني الله أن أصبر نفسي معهم. فجلس معهم صلى الله عليه وسلم ويذكر الله معهم، الذكر مع الذاكرين، صلاة مع المصلين، الجلوس مع أهل الذكر وأهل الحضور وأهل الحضرات، عسى مع الجميع يحصل الجميع القبول. فهذا إفادة ودلالة على أن الصحبة لها أهمية، وأن الجلوس مع الذاكرين لها أهمية، وأن الاتباع والاقتداء بالسلف الصالحين لها أهمية في حياة الإنسان وفي سلوك الإنسان. ما يغير سلوك الإنسان إلا المجالسة الصالحة. ولهذا مثل لنا صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح، ومثل أيضا الجليس السوء. قال: مثل الجليس الصالح كمثل بايع المسك، إما أن تبتاع عن أن يعطيك، أو تبتاع منه، أو تجد منه رائحة طيبة. موعظة تستفيد في أمور دينك وفي أمور دنياك، وتنزل الرحمة مع الذاكرين وتكون مع بعمر عبد الله بن حسين بن طاهر الإمام الجامع بين علمي الظاهر والباطن، يقول: أحب فالمع من أحب ومثل من له استحب. مثل عكس ذلك تأثم مع الآثمين ويذكر مسلم بسوء، فأنت تدخل ويمكن تنزل اللعنة والعياذ. وأضاعنا فتحرى في جلسائك. ما ضر الناس غير جليس السوء. كم من رجل صالح، كم من شاب مروع درس العلم وصحب على أيدي الرجال وأخذ عنهم وتتلمذ بين أيديهم، ثم يختلط بجلساء السوء والعياذ بالله، وضيعوه وخربوه، فخرج من دائرة العلم ودائرة التقوى ودائرة دخل في دائرة الفساد والعياذ بالله. هذه خطر عظيم أيها المؤمنون في هذا الزمن. الواحد يحرص مع من يمشي، مع من يجلس، مع من يصاحب، مع من يصادق. قال صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. وأصحب بالمعروف والعلم والهدى وجانب، ولا تصحب وديت من افتتن، من افتتن بالدنيا وبحب الدنيا وشهواتها ولذاتها، هذا لا تقربه. فقربه صم، وقربه معرة تحصل به المضرة. آفات، آفة الدنيا وآفة الدين صحبة أهل الفساد والعياذ بالله. قال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يقول صاحب الحكم: لا تصاحب إلا من يدلك على الله قاله وينهبك حاله. لتستفيد في صحبته، يعلمك، يرشدك، يفيدك. هذا صحبة قلب وخير وبركة. لا تصاحب إلا مثله. في كل يوم يريك فائدة أحسن منها ما يفيد غدا، ومن تكون هذه فرائده فأنت منه في نعمة أبدا. هذا الذي يفيدك اليوم فائدة وبكرة فائدة، اليوم مسألة دينية وبكرة بعدها مثلها، يفقهك في الدين، يعلمك التفسير والحديث والفرائض وغير ذلك، يعلمك اللغة العربية، هذا أنت في نعمة منه. من أمثال الأستاذ الفقيه العلامة السيد محمد بن سعيد البيض اللي تعرفونه كلكم، وكلكم ما شاء الله من طلابه ومن أخذوا عنه ومن قبله من أسلافه والعلماء المتقدمين في هذا البلد، جزاهم الله خير الجزاء ورضي الله عنهم ورحمهم رحمة الأبرار. أمثال الحبيب أحمد بشير الحداد، والحبيب عمر بن سمين في جزر القمر وفي زنجبار، والحبيب سادة آل جبل الليل، حبيب صالح بن علي جبل الليل وأولاده ومن تناسل عنهم، وهلم جرة وأمثالهم، والمشايخ الذي درسوا على أيديهم وأخذوا عنهم. واحد منهم مثل أمة، مثل أمة. من يستطيع يعمل مثل هذه الأعمال اللي يقوم فيها سيد محمد الآن من تربية الأجيال وصنع الرجال الذين هم أطفال اليوم ورجال الغد، رجال الغد، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فكل واحد منهم سيرجع إلى بلده،
سيرجع إلى قريته إلى مدينته ويصبح داعي إلى الله، إمام ومدرس مرشد، يقوم بأمور العامة أمور الاجتماعية كلها. مثل هذا ينبغي أن يغتبط وأن يعان وأن يساعد في أموره وفي نهضته وفي نشأته. فهذا ما عصرتم وهذا ما أكرمكم الله به من هذا المجلس المبارك وفي غيره من المجالس الطيبة. فنوصيكم بذلك أيها الشباب أيها طلبة العلم، أن تأخذوا من العلم ما تتبصرون به أمور دينكم ودنياكم، ثم تنشروا بعد ذلك وتثمر هذه الصحبة وهذه التلمذة والمجالسة مع الصالحين والأخيار، تفيدكم في أمور دينكم ودنياكم، تنور بها قلبكم وتحملوا هذا المشعل وهذا الخير إلى أهلكم وإلى أقاربكم وإلى أصحابكم. يقول عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. تهدي الأبطال والقاضي وتدل الإسلام، يدخل معك مسلم كافر كان يدخل معك الإسلام، يدخل معك الجنة، وكل واحد يكون معه كل من اهتدى بسببه وكل من دخل في غماره وفي مماره. فهذا فرصة عظيمة. مثل الأنبياء، يقول الله في إبراهيم عليه السلام: يقول الله إبراهيم خليل الرحمن، إن إبراهيم كان أمة، وفي أمة محمد من يكون أمة، يعني بنفعه للناس وإفادته للناس ودعوته إلى الله سبحانه وتعالى وتعليمه وإرشاده للناس. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك هذه الجهود المباركة الطيبة، وأن يبارك في هذا الأستاذ وفي أمثاله ممن يكون معه ويتعاون معه في نشر الدعوة وفي تعليم الناس وفي تفهيمهم وفي صنع الرجال. ونسأله سبحانه وتعالى أن يبارك هذه الجهود الطيبة كلها وأن يحفظها من كل الكائدين وشر الحاسدين والباغضين والمعاندين، ويجعلها إن شاء الله في الحسن العسير من جميع البلايا وفي الحفظ المكين من الذنوب والخطايا، ويشملها إن شاء الله بركة هذه الدعوات وبركة هذه المجالس وبركة هذه الموالد، إن شاء الله يثمرها ذلك في حياتنا وفي سلوكنا، ويغير أحوالنا إلى أحسن حال، أحوال المسلمين إلى أحسن حال، يرفع البلاء والوباء عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين في مجاري الأرض ومغاربها، يرحم المستضعفين والمشردين والمضطهدين في بلادهم في كل مكان. يا قوم يا أمتي، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وإنما كان هذا للابتلاء والعافية.